أكدت دراسة حديثة أن تناول المكسرات بشكل منتظم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجد الأطباء أن محبي المكسرات أقل تعرضا للإصابة بفشل القلب بنسبة 20%. وبين الأطباء أن المكسرات هي مصدر الدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة، ولها تأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي.